تنظم محافظة الوادي الجديد معرضا للمنتجات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. المعرض يشتمل على بيع الملابس والهدايا بأسعار مخفضة للمواطنين. نتابع تقرير الزميل خالد عز الدين. مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بكل اليمن والبركات، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مكتبة مصر العامة معرضا للمنتجات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. المعرض يضم الملابس والهدايا والإكسسوارات الخاصة بالعيد. القائمين والمنظمين للمعرض أكدوا بأن جميع المنتجات يتم بيعها للمستهلكين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 25%. في إطار من التعاون المستمر ما بين مكتبة مصر العامة وجميع الجهات التنفيذية وعلى رأسهم محافظة الوادي الجديد اللي هي المشاركة معانا في تنظيم اليوم المفتوح لمدة أسبوع لكل من لديه حرفة، كل من لديه صنعة يعملها بإيده زي الهاند ميد. وعندنا المجموعة دي إحنا بنساعد فيها الأسر البسيطة، وفي نفس الوقت الأسر دي بتساعد كل الأسر من خلال الأسعار المتواضعة اللي بتكون على المنتجات بتاعتهم. وعشان كده إحنا بنشجعهم وفتحين لهم أبواب المكتبة علشان يلقوا كل ما لديهم من منتجات في أيدي المستهلك الوحاتي، ودي حاجة بصراحة بتسعدنا. كل سنة وحضرتك طيب. احنا النهاردة عندنا اوبن دي مكتبة مصر العامة، وحدة تكافؤ الفرص مشتركة مع مكتبة مصر العامة تحت رعاية السيد اللواء محمد الصمالوطي الأستاذة حنان مجدي نائبة المحافظ، وبرضو الدعم من الدكتور محسن عبد الوهاب مدير مكتبة مصر العامة. اللي بيتم اوبن دي كل السيدات اللي عندهم حاجه حرفيه مشتركه، السيدات اللي عندهم ادوات منزليه واللي عندهم ملابس مشتركين معانا في الاوبن دي. المعرض يساهم بشكل مباشر في توفير ملابس العيد ومساعده الاسر على تحسين الدخول لرفع المستوى الاقتصادي لكل صاحب مهنه حرفيه. من الوادي الجديد خالد عز الدين لقناه طيبه.